الرئيس النهاردة عقد اجتماعين، الأول مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أما الاجتماع الثاني فعقده مع اللواء وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين. الاجتماع الأول اطلع فيه الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خصوصا فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، وكانت أبرز توجيهات الرئيس السيسي توفير كافة الخدمات اللازمة في كل المجتمعات العمرانية الجديدة وفق أعلى مواصفات التنفيذ، مع تعزيز الاعتماد على المكونات المحلية الصنع ذات الجودة العالية. أما الاجتماع الثاني فكان أبرز ما تم فيه هو توجيه الرئيس السيسي بالبدء الفوري لإنشاء أول مصنع من نوعه لدباغة الجلود في الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة. معانا على التليفون دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. دكتور أهلا بيك، وشايف إزاي أهمية المجتمعات العمرانية الجديدة اللي بتنفذها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وخصوصا العاصمة الإدارية، ويعني إيه اللي بيعكسه التوجيه الرئاسي بضرورة توفير كافة الخدمات في هذه المدن؟ أهلا بحضرتك. طبعا لا شك أن مصر تشهد نهضة عمرانية وتنموية غير مسبوقة، إن إحنا من خلال التوسع في إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية، التوسع في تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، القضاء على العشوائيات، وإحنا شفنا التطوير الموجود في المناطق غير الآمنة، توفير السكن الملائم. لكن عندما نتحدث عن المدن الجديدة، لابد أن نذكر إن مصر في عام 2015 بدأت في وضع المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية والاقتصادية، وده كان الهدف منه إن يكون هناك إنشاء لمدن جديدة 30 مدينة ومجتمع عمراني جديد. تم إنشاء منه بالفعل 22 مدينة وتجمع عمراني على مساحة حوالي 580 ألف فدان، بتستوعب الزيادة السكانية المتلاحقة، لأن إحنا مصر بتزيد زيادة سكانية من 2.5 ل 2.6 مليون نسمة سنويا. فإذا هذه المدن الجديدة هتستوعب حوالي 30 مليون نسمة، وبذلك هيكون النسبة المأهولة من السكان أو النسبة المأهولة من مساحة مصر بدل ما هي 7%، الحمد لله النهارده بنتحدث انها زادت الى اكثر من 12.2%، 12% تقريبا. الاستيعاب او زيادة المدن والتجمعات العمرانية ده بيساعد على توفير سكن آمن للمصريين، ان انا بحول او بعمل تحسين لجودة الحياة للمصريين من خلال سكن آمن، من خلال تطوير العشوائيات والقضاء عليها، من خلال ان انا يكون مبادرة وده نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أكثر من سنتين، اللي هو سكن لكل المصريين، اللي هيكون محتاج شقة اللي هيكون محتاج سكن ليه، فيكون متوافر بأسعار مخفضة جدا وبأسعار كلفة، وأيضا على من خلال مبادرات البنك المركزي هيكون لمدة طويلة تصل إلى 15 سنة وفي بعض الأحيان إلى 30 سنة. فإذا المجتمعات العمرانية هدفها إعادة خريطة وهيكلة الدولة المصرية بشكل جديد وبشكل ملائم، لا سيما انه هذه المدن الجديده هي مدن ذكيه، يعني مدن يطلق عليها الجيل الرابع، متوفر فيها كافه الخدمات وكافه المواصفات العالميه. طبعا ده يعني عندما نتحدث عن المدن هناك حديث اخر عن العاصمه الاداريه الجديده اللي هي تعتبر مشروع قومي يعد يعني بمثابه نقل حضاريه في منطقه الشرق الاوسط. نحن نتحدث عن عاصمه تكددت او يعني تم انفاق فيها اكثر من 600 مليار جنيه من خارج الموازنه العامه، لم يعني تتكبد او لم تتكلف الموازنه العامه المصريه اي مبلغ من المبالغ التي تم انفاقها على العاصمه الاداريه، لكن هي كان مشروع استثماري من خلال مشاركه القطاع الخاص بشكل كبير، ومن خلال توزيع الاراضي وبيعها على المستثمرين، واللي ادى في الاخر الى العاصمه اللي احنا يعني بنشرف ان تكون موجوده بالفعل على في مصر. هذه العاصمة اللي احنا بنتحدث عنها انها اصلا يمكن احد الاسباب الرئيسية من وجهة نظري انه الخسائر اللي كانت بتتحقق في مصر سنويا من خلال الزحام الموجود في القاهرة كان بيكبدنا 47 مليار جنيه سنويا، ويمكن ده احصائية صدرت في عام 2014 من البنك الدولي، وكان متوقع هذه القيمة تزيد لأكثر من ذلك لأكثر من 80 مليار جنيه سنويا في عام 2030 بسبب الزياده والنمو السكاني وازدحام القاهره بشكل كبير.
النهارده احنا بنتحدث عن عاصمه تكنولوجيه، تطوير حقيقي للدوله المصريه بشكل كبير. عقل مصر الالكتروني هيكون موجود في هذه العاصمه، بحيث يكون هناك ما يطلق عليه التحول الرقمي او رقمنه للاقتصاد ورقمنه لهيكل الدوله ومفاصل الدوله المصريه بشكل كبير. ممتاز. صناعة الجلود يعني كانت من الملفات المهمة على طاولة اجتماعات الرئيس السيسي النهاردة مع المسؤولين. كلمنا عن أهمية إنشاء أول مصنع لدباغة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا. عشان نعرف أهمية ما تم الحديث عنه من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إنشاء هذا المصنع، ليعد أول مصنع من نوعه لدباغة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث التكنولوجيا ومن حيث الحجم ومن حيث حجم الإنتاج، يكفي ان نقول ان مصر بتستورد سنويا حوالي 228 مليون دولار من الخارج جلود، ان مصر بتنتج حوالي 126 مليون قدم مربع من الجلود. صناعه الجلود في مصر كانت مهدده بشكل كبير جدا بسبب التصدير للخامات الاوليه للجلود اللي بيطلق عليه الوايت بلو، واللي كان بيتم بشكل عشوائي داخل من الدوله المصريه، ويمكن هناك القرارات الاقتصاديه اللي طلعت خلال السنوات الماضيه والتي منعت تصدير الجلود بحالاتها الاوليه اللي كان بيهدد الصناعه. اذا هذا المصنع هيكون توطين لتكنولوجيا حقيقيه في هذا المجال، هذا القطاع اللي مصر اعتقد ان لديها اولا سوق كبير جدا، ومصر لديها حجم كبير من الانتاج من هذا المنتج من الجلود يصل اكثر من 126 مليون قدم. ايضا انه توطين هذه التكنولوجيا هيساعد ان ده خطه مصر، ان يكون عندي توطين للتكنولوجيا، عندي زياده في حجم الصناعات خاصه الصناعات الجلديه، انشاء مدن في غوبيكي وفي غيرها تكون متخصصه في هذه الصناعه، هتزيد من حجم العماله. احنا بنتحدث عن مصنع هيكون فيه عماله من 3 ل 4000 عامل مباشر، وايضا عماله غير مباشره تزيد عن 25000 عامل من خلال الخدمات اللوجستيه وخدمات النقل والتعبئه والتغليف والتصدير. ايضا هفتح افاق للتصدير للجلود المنتجه والصناعات المختلفه التي تقوم عليها، سواء كانت الاحذيه والشنط وغيرها، الى كثير من الدول خاصه في اسيا وفي افريقيا. الاكثر من ذلك ان انا النهارده بتعاون مع تكنولوجيا حديثه جدا، ومع بلد يمكن مصنفه عالميا رقم واحد في هذه الصناعه هي الدوله الايطاليه، اللي هيكون هناك تبادل للتكنولوجيا، تبادل لحجم التطوير الصناعي في هذه الصناعه، واعتقد ان ده هيكون بدايه ونواه حقيقيه لهذه الصناعه في مصر خلال السنوات القادمه باذن الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه.